ميدان السيدة. احنا كان يوم الأربع اللي هو بداية المبادرة، كان عندنا وحدة متنقلة في الميدان، وكان فيها يعني جانب أمني، وكان وكيل الوزارة موجود، والعربية كانت موجودة، وكان في توزيع وجبات، وكان في تعامل مع أكثر من مشرد. وأنا دخلت الوحدة بنفسي مع وكيل الوزارة وشفت التعامل زي ما حضراتكم في التقرير كده، كان في ناس كبار وفي أطفال، فهو ميدان السيدة مليء، فهو احنا مليان. تعاملنا معاه في أول يوم. ولو هي الأستاذة مدام سهير، سهير، مدام سهير، لو هي من أهل المنطقة تقدر تتبين بهذا. ومع هذا احنا برضو هنكلم زمايلنا في أطفال بنا ومع التدخل السريع إن هم ينزلوا المكان تاني ويمشطوه يا ويشوفوا ريت الموضوع فيه ايه. يا ريت. انا بشكرك شكرا جزيلا مدام سوير، ويمكن صفت يا ريت التليفونات بتاعت فريق التدخل السريع تنزل برضو على الشاشة، علشان اي حد شايف اي حالة يقدر يكلمكم. انتم متاحين 24 ساعة؟ لا، واحنا عندنا الخط الساخن اللي هو 16439، ده من 10 ل 10 في بوابة من منظومة 10 الشركة. من 10 ل 10 يبقى دلوقتي مش شغال ولا لا شغال؟ في الساعة كام لسه، لا دلوقتي؟ لسه 9 لسه وثلث في 9 الساعة وثلث. 9 وثلث في منظومة الشكاوى الحكومية اللي التابعة لمجلس الوزراء، دي شغالة في أي وقت، بيتواصلوا حتى بيبعتوا لنا على الواتس، يعني هم بيبعتوا لنا الشكاوى على طول على الواتس لسرعة التعامل. ده 16528. وفي رقم فريق التدخل السريع ده 010-95-36-83 وحيد، وده بيبقى معانا يعني في الشغل لحد ما بنخلص عمل، ولو في حاجة بنبدأ يعني يبقى فيها تواصل يعني. ده موجود فعلا عندنا على الشاشة دلوقتي. طب ايه هي الـ يعني الـ او ايه هو النطاق الجغرافي اللي انتم بتتحركوا داخله؟ احنا بالنسبة لنا مع اطفال بلا مأوى هم عندهم 10 محافظات متواجدين فيهم، فبيبقى بينا توأمة احنا الاثنين بناء على تعليمات معالي الوزيرة، هم واحنا بننزل نتعامل مع الاطفال او المشردين، وبالتالي بنعمل معاهم التدخلات اللازمه زي ما الاستاذه تفضلت كده وقالت ان بيبقى في اخصائي نشاط والتفاصيل اللي هي ذكرتها، وان في اخصائي نفسي بيبدا يدي امان، وكذلك الناس الموجوده على الارض اللي هم المشردين او بلا مأوى بنبدا نعمل معاهم الموضوع. بقيه الجمهوريه في 17 محافظه تانيين احنا بنغطيهم كفريق التدخل السريع من خلال الفرق المحليه بتاعتنا، يعني احنا عندكم فرق محلية في المحافظات؟ انا قلت لحضرتك بعد ما الفريق يعني كان له فعالية مع الوزير قالت نعمل في كل محافظة فريق على اساس يبقى عندي لا مركزية، ولو في دلوقتي بلاغ جالنا هنصدره لزمايلنا هناك مثلا هناك في اسيوط ولا اسوان ولا هنا واسكندرية بورسعيد ايا كان الفرق. طب عندكم مراكز هناك يعني بيتعاملوا ازاي مع البلاغات؟ يعني مين اللي بيروح؟ هل نفس الامكانيات اللي عند الفرق اللي في المحافظات دي هي نفس الامكانيات اللي عندكم؟ احنا الزملاء في المحافظات بيشتغلوا بنفس الاليات بتاعت فريق التدخل المركزي، وبالتالي بيبقى التنسيق مع وكيل الوزاره او مدير المديريه هناك ورئيس الفريق اللي هو موجود في المحليات، من خلالنا احنا كمجموعه مركزيه بنبدا نتواصل معاهم، عندنا في المشكله في المنطقه الفلانيه مشكله ما، او في الدار الفلانيه مشكله ما، او مشرد او طفل بلا مأوى، من خلال الزملاء في اطفال بلا مأوى برضو بيبقى عندهم فرق خاصه باطفال بلا مأوى. فهي الموضوع يعني عندنا تغطيه وبنشتغل بلا مركزيه بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا عوائق اداريه نبدا نشتغل بيها، او المشكله يبقى فيها تفاقم اكتر يعني. جميل جدا.